السلام عليكم. مصر كلها دلوقتي بتتكلم على شهامة الشاب أو الراجل أو الشهيد مصطفى اللي هو عنده 17 سنة، اللي هو من تلة منوفية، لما دافع عن بنت بتتعاكس من ولد عنده 18 سنة صايع ولا مسجل ولا ضارب حاجة، فغزو بمطوة طبعا والولد استشهد. الواحد يا جماعة لا إما يفضل ساكت ويقبل الدنية في العرض أو في الأخلاق، يا إما يموت. ربنا يرحمه رحمة واسعة ويصبر أهله ويتقبلوا من الشهداء، ولا نزكي أحدا على الله.